أنا اسمي جورجيت البشارع، عمري 19 سنة، بدرس في مجال تصميم الأزياء وبعزف كمان مع أوركسترا وفرق وبلعب باسكت، وساكنة حالياً بسان لويس. مرحبا، اسمي عمار البشارة، أخوة لجورجيت. عمري 24 سنة، أنا بشتغل بالمصاعد وساكن بسان لويس. اسمي أنطون عجن، عمري 24 سنة. حبيت أجي لهون على الأرجنتين لأنه بيت عمي هون عايشين هون. أول ما أجيت لهون رحت على ريوخا، قعدت بحدود السنة الآن عايش هون قرطبة، عم اشتغل مع بنت عمي بالأكل. هلا، soy Ali Ali Mahfoud. Llegué de Siria, de una ciudad se llama Latakia, y a Argentina, la provincia de Chaco, ciudad de resistencia. Yo vivo ahora con mi hermano. اخترت الأرجنتين لأنه في حدا بعرفه هون هو اللي قال لي عن البرنامج وساعدني بالموضوع لأنه بيعرف إنه بدي كمل دراستي هون. طلعت كرمال بس إنه كمل دراستي. Elegí la Universidad de UTN, la Universidad de Tecnología Nacional, y elegí la Facultad de Ingeniería de Sistemas de Información porque fue un sueño desde el infantil y cuando era un pequeño sueño mucho de ser un programador. هون أنا مبسوط على بيت عمي إنه مثل أهلي، هلا هم أنهم مثل أهلي، أبي حسسوني مثل أهلي بس أنا هون مثل أهلي يعني. Feliz Día Internacional de la Juventud، يوم عالمي سعيد للشباب.